عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. تنهنئ الجمهور المغربي على هاد طروب اللي دينا، وان شاء الله يكون خير من هنا القدام، وكنهنئ اللعابه على هاد القتاليه ديالهم، وديما مغرب وديما مغرب، وتنتمناو يكون خير ان شاء الله، وهذه هي البدايه ديال الكره المغربيه ان شاء الله. والله احنا فرحانين بزاف، وتشرف لينا كبير ان شفنا المنتخب بد القوه، يعني اداء ونتيجه ويدوز بتسعة نقاط. احنا فرحانين كثير ومبسوطين كثير، وتشكر اللاعبين على الرجوله اللي قدموا، كانوا رجال وقدموا مستوى اداء ونتيجه وفكوا لنا العقده ديال جنوب افريقيا. فمشكورين على هذه المقابله اللي قدموا لنا، وحنا فرحانين بزاف، وكنشكر المدرب وكنشكر كل اللاعبين على هذه المقابله. وديما مغرب، وان شاء الله الكاس غنجيبوه معنا. انا ديما مغرب مزيان. المهم فوز عجبنا وفرحونا، ونكمل اليوم كما الجميع الافريقيين لمصر وكذلك الجزائر. بطبيعه الحال غادي يفوز بهذا الكاس، لانه هو تقريبا هو الفريق المتكامل، لم ينقص شيئا ما الهجوم في راس حربه، ولكن متكامل احسن فريق، وغادي يدي ان شاء الله. وداك الشيء اللي كنا متوقعين وقع هو اللي خرجوا به اليوم. واخا كل ماتش 1-0 كنا كنتمناو باش يكون جوج ولا ثلاثه، ولكن 1-0 المهم 9 نقاط، فاحنا دزنا بالفور، ما تسنينا لا حسابات لا شي حاجه، والحمد لله. هما الاسود غادي يمشيو دائما لقدام، وحنا معاهم الى الابد. من عشره الجيل ديال 86، بودربله وتيمومي وخليفه والبقيه على اين؟ كما شاف الجميع فالمقابله كانت صعيبه جدا، والحمد لله اننا استطعنا اننا نحيدوا العقده ديال جنوب افريقيا. وكما قلت لك المقابله راه كانت صعيبه جدا جدا، تسعة النقاط. وكاينه واحد المساله اللي هي مهمه جدا، ان المنتخب المغربي ابان على واحد المستوى جد 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 كبير، بشهاده الجمهور الافريقي قاطبه، وليس الجمهور المصري بوحده ولا الجمهور التونسي ولا الجمهور الجزائري، بشهاده الجمهور الافريقي كامل اللي حاضر هنا في مصر، ان المنتخب المغربي ابان على مستوى كبير 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 جدا. وحنا عندنا الثقه الكامله في لي 11 ديالنا، وعندنا الثقه الكامله في الاطار التقني ديالنا، وان شاء الله ما غنمشيو من هنا حتى نديو الكاس معنا باذن الله تعالى. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب.